بعد احتجاج مجموعة من عمال مؤسسة المرافقية العامة أوفياسام سيدي موسى واتهامهم بالطرد التعسفي من طرف الإدارة، جاء رد هذه الأخيرة، حيث تضمن هذا الطرد أسباب عدة، منها عدم تجديد العقد بالإضافة إلى عدة تقارير سلبية ووجود ملفات تأديبية ضد العمال المنتهية عقودهم، حيث أكد مدير المؤسسة وطاقمه أن الطرد لم يكن تعسفيا من مديرية العامة حسبهم. رمي سمكسن. نتكلمك على هذه الشائعات نتاع خرجناهم تعسفيين، دونك ليسونسيمون ابيزيف. حنا في هذه المؤسسة كل عمال 1854 عامل عندهم عقود للمدة محددة. إلا ما رجعناش العقد هذايا، ما عاودناش، ما جددناش العقد هذايا للمدة المعينة هذيك، لأن خلاص المشروع هذاك، أو لأسباب تأديبية بصفة عامة، انتهاء العقد نتاع العامل يجدد إذا كانت الاحتياجات نتاع الشركة فيها، وما يجددش إلى هذا الإنسان هذا، هذا العامل هذا، ولا هذا الإطار، حتى الإطار ما عندوش يعني نقط مليحة من عند المسؤول نتاعه. هذا شيء طبيعي في كل مؤسسة.